سائل يقول: هل ترك الصيام كترك الصلاة؟ وما حكم تارك الصيام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا علمنا أن الصيام أحد أركان الإسلام فإن هدم هذا الركن عمدا بدون عذر شرعي معتبر يعد خروجا من الإسلام، فإن الأركان إذا فقدت فقد الشيء الذي هي ركنه، وإنما لم يشد بعض العلماء في ذلك لأن الصيام من الأسرار التي قد يكون الإنسان في ظاهره لم يصم وقد يكون صائما، لكنه إذا أكل أمام الناس أو شرب فليس بصائم، إلا أن تارك الصيام عمدا بلا مرض ولا سفر لا يعد مسلما. نعم.